مرحبا. الـ AI، الذكاء الصناعي، كيف فينا نستعمل الذكاء الصناعي لتحويل أي صورة من صورنا لصورة مثل هيك لهيك؟ الطريقة كتير سهلة، تابعوا معي بعد الفاصل. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake, cuz I don't fucking care. لتحسن تستعمل هالطريقة لازم تكون من مستخدمين برنامج ديسكورد، واللي ما بيعرف كيف يستعمل برنامج ديسكورد عندي فيديو شارح فيه عن كيفية إنشاء حساب وكيف تعرف عن نظام الديسكورد وهي القصص، وفي الرابط كمان راح أتركه بالوصف. تمام، أول شغلتين راح نحتاجهم اللي هو الصورة اللي راح نشتغل عليها، تمام، وتاني شغلة اللي هو رابط السيرفر تبع الديسكورد راح أترككم إياه بالوصف اللي هو هاد، وجرب ما تضغط على الرابط راح يجيبك لهذا السيرفر. هذا السيرفر اسمه Midjourney. لا، كل اللي بدنا اياه من هذا السيرفر هو الرومات اللي مكتوب عليها نيو باي، تمام. اي روم عليه نيو باي فينا نستعمله، يعني سلم لهدول ثلاثة، هذا نيو باي نيو باي نيو باي، اي واحد فيهم تضغط عليه، تمام. راح تلاقي الناس كلها هون عم تستخدم السيرفر لحتى تحول الصور تبعاتها او لحتى تنشئ صور جديدة. كيف بيشتغل السيرفر؟ هلا لحتى احول صورة انا موجودة عندي لازم اعمل لها ابلود. كيف بعمل ابلود للصورة؟ بكل بساطة بتجي على علامة الزائد اللي هون وبتعطيه هون ابلود فايل وتحدد مكان الصورة، او بكل بساطة بتجي مثلا هاي الصورة اللي عندك بتسحبها هيك وبترميها هون، تمام، صارت موجودة، تضغط انتر، تنتظر لحتى تطلع الصورة. هاي الصورة تبعنا. بتجي على الصورة تضغط كليك يمين بالماوس وبتحط كوبي لينك، تمام. بعد ما حطينا كوبي لينك نجي لهون نكتب سلاش. مجرد ما تحط سلاش بيطلع عندك هون كلمة إيماجين، تضغط عليها. هلأ احنا الرابط اللي نسخناه لازم نلصقه هون، نعمل له لصق كنترول V، نضغط مسافة. هلأ أنت شو حابب تعدل بالصورة؟ يعني مثلا أنت حابب تكون الألوان مثلا 4K مثلا، يعني فينا مثلا نقول Color 4K وتحط كوما مسافة. بعد ما حطينا مسافة ممكن نحط مثلا بدنا مثلا Sharp Eye، تحط كومة. فينا مثلا نضيف سينماتيك مثلا، وفيك تضيف يعني حد غير معين يعني قد ما بدك، بس رح اكتفي هيك. حط مسافة، بتحط داش داش في 4 وبتعطي انت. هون شو عم يقول لك؟ عم يقول لك waiting to start، نستنى البوت لحتى يعالج الصورة ويعطينا النتائج، تمام. مثل ما ملاحظين بلش يعطينا 4 نتائج للصورة. هاي النتيجة اللي طلعت معنا، يعني مثل ما شايفين هو عطانا 4 نتائج لصورة واحدة. طبعا هو غير الملامح بشكل كبير يعني، بس يعني المهم هي الفكرة. هلا هي الصورة ما طلعت مثل ما أنا بدي، يعني لازم أنت تعطي أوامر أكثر، تمام، لحتى يعطيك الصورة اللي أنت بدك إياها، عرفت كيف؟ لكن نحن بما أنه بس عم نشرح عن الموضوع، طيب أنا رح أختار واحدة من هدول الصور. على سبيل المثال رح أختار، إذا بدي الأولى بختار هاي، إذا بدي الثانية بختار هاي، بدي الثالثة بختار هاي، بدي الرابعة بختار هاي. وهاي الفيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 فيرجن 4. أنا بنصحكم تختاروا الفيرجن 4 على طول، لأنه نحن حددنا هو الفيرجن 4، يعني احدث شيء وبيعطيك احسن نتائج. مبدئيا راح اختار انا اللي هو فيرجن 2، راح اختار فيرجن 2 اللي هو هاي الصوره. هون عم يقول لي انه عم يعالج الصوره، تمام، يعني انت هون مثلا بيطلع لك اسمك هون، تعرف انه هاي الصوره لإلك، عرفت كيف؟ هون مثل ما شايفين اعطاني الصوره بعد ما خلص منها، يعني اذا بتعطي اوامر اكثر بيعطيك نتائج احسن. ممكن انت تقول له make variations كمان بيحسن لك اياها بشكل افضل.
لكن أنا بفضل كل شخص يعني يفوت يجرب لحاله، تجرب صورة أنت من عندك وشوف كيف بيطلع معك. وكمان هاي البوت بإمكانك أنت تخترع صورة، يعني أنت تعطيه مواصفات للصورة اللي أنت بدك إياها وهو بينشئ لك إياها. يعني على سبيل المثال بنحط الأمر سلاش مثل ما عملنا، بنجي لهون على إيماجن أول واحدة، وبعدها نكتب شو بدنا الصورة نحن مثلا. يعني على سبيل المثال بدنا نحن تري، بدنا شجرة on mountain مثلا، sunshine مثلا، مثلا color 4K، مسافة داش داش V4، أعطي انتر نشوف شو راح يطلع لنا. مثل ما شايفين عم يقول waiting to start، tree on a mountain، sunshine، color 4K، version 4. ضروري تحط داش داش V4 لحتى يعطيك أحدث فيرجن موجود عنده. مثل ما شايفين بلش يعطيني الأربع صور. عم نشوف الشجرة كيف عم تكون قدامنا. تمام، أعطانا هدول الأربع نتائج، بصراحة كلهم حلوين. يعني فيك بإمكانك أنت تضغط كمان تحفظهم كلهم نفس الوقت، ما عندك مشكلة يعني بنحفظوا معك كلهم. وإذا حابب تختار واحدة معينة راح أختار اللي هي هاي رقم 2. تمام، يعني بدي هاي الصورة رقم 2. نجي على اليوتيوب نضغط عليها وبلش معالجة الصورة مثل ما شايفين. Upscaling image with tree on mountain sunshine 4K، وهون الاسم تبعي waiting to start، ننتظر. طبعا هذا السيرفر ما بيوقف، يعني 24 ساعة بتجي بتلاقي عالم عم يحطوا صور وعم يعدلوا عليها، يعني كتير ميزة حلوة. والسيرفر بيقدم لك 25 صورة مجانية، 25 صورة مجانية بس يخصوا. فيك كمان تشترك عندهم اشتراك شهري. تمام، يعني بس تخلص التجربة المجانية اللي هي 25 صورة فينك تشترك معهم بالخدمة، تدفع اشتراك شهري وبتضل مفتوحة عندك الخدمة وبتصير ميزاتها أفضل. يعني ما بتعود مثلا تجي لهون على قلب السيرفر بهدول القنوات وبتحول الصورة، لا بتصير في محادثة مباشرة بينك وبين البوت، تعطيه قد ما بدك صور بيعمل لك اياها. تمام، نشوف الصورة اللي انا عملتها، هاي الصورة النتيجة الأخيرة اللي عمل لي اياها، عمل لها حفظ سيف وهيك تكون حفظت عندك وبس. يعني هذا كل شيء، ومثل ما حكينا يعني بترجع إلك قد ما بتعطيه، قد ما بتعطيه شرح، قد ما بتعطيه كلمات بيوصف لك الصورة أكثر. عارف كيف؟ يعني مثل ما شايفين الناس هون عم يعطوه مواصفات للصورة وعم يعدلها لحاله. يعني مثل هاد حاطط صورة لإله، تمام، كاتب جنبه كارتون بيبي 4K ريلستيك وبس. يعني جربوها، يعني كتير حلوة هي، وإن شاء الله تعجبكم. وبنشوفكم بفيديو جديد بحلقة جديدة، ولا تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، والسلام.